المعجزة دي كان في واحدة أرملة عندها ابن وحيد مات، فكانت العائلة المقدسة واقفة وهم مارين بالجنازة وشالين التابوت، فالعائلة المقدسة طبعا طيبين راحوا عزوهم وبيواسوهم وحاجات زي كده، فوجئوا ان الصبي يسوع بيشاور على التابوت، فوقفوا الحاملون فتحرك الماء في الصندوق، فالولد قام من الموت، وكانت دي طبعا سبب ضجة كبيرة في المدينة، وسببها بيقولوا كمان أول مدينة أمنت بالمسيح هي مدينة بلبيس. بسبب الحادثه دي او بعد الحادثه او المعجزه دي يعني. بالظبط كده. وبداوا يكرموا اكتر واكتر بقى. لكن مش معروف قعدوا قد ايه هنا بالبيس. هو كتب التاريخ بيقولوا حوالي شهر. بس هي العائله المقدسه قعدت في مصر 3 سنين و11 شهر. ايوه ده الدكتور مصطفى درويش اخر بحث يعني، وكشافها من برديه قديمه. بس هو شهر دي مش يعني، او ده مش مده قليله، لان في اماكن مرت عليها بوقت اسرع من كده كتير، مجرد انها كانت يعني حاجه تعدي من عليها. من منطلق حاجه ان جميع الاماكن اللي العائله المقدسه زارتها دايما كان يبقى في شجره العذراء تقعد تحتها وبير ميه، يعني اذا في استقرار. ومش معقول هتقعد يوم او يومين وتمشي. لا والمسافات طبعا كانت بيمشوها او يعني ايه بركوبه او باي حاجه. هم كانوا جايين مشي من مسترد. بالظبط كده.